حصلت؟ لو سمحت امضينا هنا. اتفضل. شاكرين. سلام عليكم. صحيح يا اولاد، المثل بيقول يطلع من ظهر العالم فاسد. طبعا ما عايش مع الغوازي. اسمع يا حسن، انا عايزك تدور لي على احمد اخوك، خلي الارض تنشق وتجيبهولي. وعنوانه موجود في الاعلان. قول له حقك عليا، محمد اخوك بيقول لك ان انا غلطت في حقه، انا مستعد اجيب له الفلوس اللي هو عايزها، استلف له، ارهن الوكاله. بس اسم ابويا وابوك يا حسن ما يترددش في المحاكم وما تنادقش في المحاكم. تمام كده يا حاج، عداك العين. وسهلا. صباح الخير. صباح النور. لا يظهر انا غلطت في العنوان. ليه؟ هو حضرتك عايز مين؟ انا عايز احمد اسعد. في احمد اسعد موجود. يا اهلا وسهلا، حضرتك عايزه في ايه بقى؟ فرح؟ كتب كتاب؟ تقديم شكه؟ انا اخوه. اخوه؟ يا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا سيد الرجال، اتفضل. يا اهلا وسهلا، اتفضل. برافو المدام. يعني اهلا وسهلا، انا المدام مراته، جماعته يعني. هو نايم جوه، تحب اصحيه؟ لا مفيش داعي، ملوش لزوم، خليه نايم. قاعد مع رقاصة يا حسن، بيهبب ايه؟ مراته يا حاج متجوزها. متجوزها؟ يبقى خلاص هنتكلم في ايه بقى؟ معلش يا حاج، اسمه برضه اخونا. اسمع يا حسن، الكلمة دي أنا مش عايز أسمعها تاني، فاهم ازاي؟ العار جاي يزحف على عيلة اسعد زي الطوفان يا حسن. نوقفه بأي طريقة يا حاج؟ اسمع يا حسن، الحمى لما تمسك في الدم بتسممه كله، نستنى ايه؟ لما دمنا يتسمم كلنا بقى، ولا الجزء العيان ده نخلص منه؟ احنا عندنا اولاد يا حسن، ما نورثهمش العار، لازم نخلص من احمد. نخلص منه ازاي يا حاج؟ افهمك يا حسن، دلوقتي احنا نبيع وندي له فلوس يا ابن الناس، وحكايه ابن اسعد دي ينساها خالص تماما. حسنيه دي ما يعتبهاش ولا رجله تخطيها. من بكره ندور على مشتري. معلش يا حاج نفكر شويه. هو ده الحل الوحيد يا حسن، النار لو سبناها يا ابن الناس هتشري فينا كلنا. وزكيه مراته؟ زكيه دي خلاص بقت مننا وعلينا، عايزه تقعد معانا اهلا وسهلا، عايزه تروح مع جوزها تروح، اللي يسري عليه يسري عليها. عمك احمد جراله ايه؟ معرفش. رد عليا زي ما بقول لك، زي ما علمتك، رد عليا. عمك احمد جراله ايه؟ رد عليا. مات مات. لما اقول لك عمك احمد جراله ايه؟ رد عليا زي ما علمتك، فاهم ازاي؟ ما خلاص يا حاج محمد، ما هو قال لك يا اخويا. اهدى بقى. ما تخش يا دنيا، تعالى. والعمل يا حاج؟ العمل عمل ربنا يا نفيس. ايه؟ هبيع الوكالة وحد لاحمد نصيبه. يا لهوي. تبيع الوكالة وناكل منين؟ معلش، هنبقى على محل الحاج أحسن، وأنا هقف فيه لحد ما ربنا يفرجها. بقى نبقي على محل الحاج أحسن اللي متر في متر، هتقف تبيع بقالة على آخر الزمن يا حاج؟ الشغل ما هواش عيب يا نفيس. محدش قال عيب، بس ما هي حاجة بالعقل تبقى تبيع محل الحاج أحسن وتخلي الوكالة. يا نفيسة، محل الحاج أحسن لو بعناه مش هيقضي نصيب أحمد وزكية. زكية؟ وزكية دخلها ايه؟ يكونش لها نصيب هي اخرى؟ زكية خلاص بقت واحدة مننا. بقت واحدة مننا؟ بنت مبيض ان حد بقت واحدة مننا؟ يا نفيسة، الحاج اسعد الله يرحمه قبل ما يموت وصاني عليها، وانا لازم اعمل بالوصية. ده ادمها كان ادم نحت وشم. طب نادر عليا والنادر دين، لو خرجت من البيت ده لاكسر وراها قول، لا مش قول دير. يا نفيسة، زكية هتقعد معانا هنا في البيت، ده لو حبت تقعد معانا هنا في البيت؟
اه امال هعمل فيها ايه؟ اديك انت عارفه احمد ما هو وسط ايه؟ اربيها في الشارع؟ ما هي سبب المصايب دي كلها، هي لو كانت عدله كان نافع على غيرها. هي قص المصايب بقول لك، هي كلمه واحده، هي لازم تنطرد من البيت قبل منه. ده ايه يا قبلتي؟ ده احنا واكلين عيش وملح يا اختي مع بعض، ده اللي بيربي حيوان بيعطف عليه. ذكيه سابت البيت ده، انا مش هقعد فيه دقيقه واحده. ما حدش هيمشي من البيت ده، كلكم هتعيشوا هنا. يا اولاد لازم تعرفوا ان احنا اللي عملنا الوكاله مش الوكاله اللي عملتنا. بيت الحاج اسعد طول عمره بيت خير، وهيفضل طول عمره بيت خير ومفتوح للجميع طول ما انا عايش. اسمع يا حسن اخويا. ايه يا حاج؟ ليه عندك جميل عايزك تعمله فيا؟ روح يا ابن الناس لزكيه وقول لها الكلمتين دول بس، الله يسترها معاك يا حسن اخويا، خليك حنين معاها في الكلام. حاضر يا حاج. وانا هحضر معاك يا حسن. لا محدش هيحضر مع حسن. ايه؟ قولوا لي ليه؟ اقول لكم ليه، عشان زكية يا اولاد الناس ما تنجرحش قدام سلاف. حسن هيروح لوحده. امرك يا حاج. وبكره الصبح لما تنزل الحاره يا حاج هتوري وشك للناس ازاي بعد ما هتدعي الوكاله. يا نفيسه اسكتي يا نفيسه. مش هسكت، اسم الله عليك يا حاج، دي جرسه، دي فضيحه، يا شمت العدوين فيكوا يا اولاد الحاج اسعد. شوف يا زكية، ده الكلام اللي قاله الحاج محمد. احمد هياخد نصيبه في الميراث اه، انما اللي اتجوز رقاصه رزقه ما تحطيش مره تانية في ملك اسعد. لا يا سي حسن ما تظلموش، سي احمد مش غلطان انه اتجوز. انا كنت مستني الخبر ده من زمان، انا ما خلفتش. طب خليك انت مكانه، ده حقه. احمد جرسنا كلنا يا زكية، جبرصنا التراب. احمد ما ظلمتيش لوحدك، ظلمنا كلنا. برضه الضفر ما يطلعش من اللحم. كسوني انا، ده منكم حلم سمع كريم يا حسن. يا زكية يا اختي فكري في روحك، فكري في نفسك، البيت ده بيتك واحنا اخواتك، وما شلتكيش الارض نشيلك فوق رؤوسنا كلنا. انت حر، تحبي تقعدي معانا اهلا وسهلا، تحبي تروحي معاه براحتك. فين؟ حارة العوالم؟ اشتغل خدام اضطرتي؟ لا لا يا سعادة، انا مكاني مش هناك. ليه ده؟ طب بلاش ترد عليا، رد على نفيس. يا ابنتي انا ما اقدرش اروح مع سي احمد، مكاني مش هناك. أنا ما أقدرش أعيش مع ضرة، مش من مقامي ولا من مقامكم. ما أقدرش أروح بيت أبويا، شقة أبويا أحوسها أوي. أنا مش عايزة أتبهدل. أنا زي ما أنت قلت علي قبلتي، مقطوع من شجرة، أرطبور. يا حبيبي يا زكية، دي كانت زلة لساني يا أختي، درع
يا ذكية بنت اختي وام ولادي. لا يا ذكية لا، ويرضيك تسيبي اسعد؟ ما بيحبك اكتر مني يا ذكية، ده بيقول لك يما. لا يا حاج محمد ما تتكلم يا اخويا، ده انت كبير العيله. تعال يا ذكية. كده برضه يا زكية تسيب البيت؟ ده انت غالي علينا قوي. اذا كان في حد يسيب البيت يبقى انا ونفيسة والاولاد وكلنا، وانت اللي تستني. وده حسن امضي على التنازل جنب مني. الكلمة كفاية يا حاج محمد، مش محتاجة الورق. مبروك يا حاج رضوان. شوف يا محمد، انت لازم تفضل في الوكالة زي ما انت، والفلوس عندك اهي، احنا اهل قبل كل شيء. عشت يا حاج رضوان. انا اصلي خلاص زهقت من كار الميني فاتورة وعايز ارتاح بقى. حاج رضوان انا ليه عندك طلب واحد. انت تؤمر. بلاش تشيل اليافطة، خليها زي ما هي. حاج اسعد هو اللي عملها، هو اللي اختار الخط والخطاط والريش واللون، هتقف على ايديهم لحد ما علقوها. طلباتك اوامر يا حسن، هتفضل اليافطة زي ما هي باسم الحاج اسعد الله يرحمه. يلا بينا يا حسن. مش كفايه جه صحيتني من النوم ولا شربت قهوه ولا شاي؟ ها عايز ايه يا سيدي؟ سمعني كده يا ست فوزيه. هو مش عيش وملح يعني ولا ما كانش عيش وملح؟ ايه اللي انا قريته النهارده في مجله الصباح؟ قريت ايه يا ستاي؟ قريت ان الست فوزيه عامله بروجرام جديد، وادور في البروجرام كله على اسمي مانيش لاقيه. قال ايه مقدمه وجوه جديده؟ سيد سليمان عمل لي مونولوجيست، وابراهيم جاكلا شرح، والبحث تجيب كمان المس هيري من اسكندريه. وانا اروح فين؟ اعشى البصل؟ قولي له يا جمالات، اشرحي له يا جمالات، لحسن العيل بتعب من كتر الكلام. يا ستاي في ايه؟ يا ستاي افهمني، انا عايزك تشوف النيمولوجيست بتوع اليومين دول بيجيبوا الكلام منين وتدور يا اخويا. انا بسمع انهم بيجيبوا الكلام من واحد اسمه امين صدقي، واحد اسمه بديع خيري، ده حتى الست بديع مصابني بتخلي برم التونسي يبعت لها المونولوجات من باريس. مش انت عشتك هي هي، وبدلتك هي هي، واغانيك هي هي؟ يا راجل جدك شويه، من صبحيه العشية ومن العشية لصبحيه، دور لك على حاجه جديده اعملها. اجدد يعني اعمل ايه؟ يعني ادفع لمؤلف فلوس وادفع لملحن فلوس؟ انا باخد ايه عشان خاطر ادفع لهم؟ طب في مونولوج جديد جاني هكسر بيه الدنيا. اهي والله العظيم حاجه بقى، يعني مفيش مونولوج لا كلام ولا لحن بالشكل ده. اللي عمل اللحن شاب جديد اسمه عزة الجهلي، ابن عبد العزيز الجهلي، الراجل الممثل الكبير في فرقه الشيخ احمد الشامي. طب سمعنا يا سيدي. ها مونولوج بقى هيدغدغ الدنيا. بص طب اسمعني يا يلا. من زجي في نبنتي وسجكتي وقبتي، الله يخلي ماما وجدت وعمي وخدتي. بقى يا راجل مش عايز عليك تبقى طويل طويل وتقول ضرفة الباب وتقول مونولوج واحد اهدل. طب اسمعي بس الباقي، اسمعي يا اخي. ازاي تجي في النبان تي وسجكتي وقبتي، الله يخلي ماما وجدت وعمي وخدتي. I'm not afraid.
انا بهدف انك استلمت الفلوس. عشان ما ارجعش اشتكي تاني يعني؟ حاضر. امضي يلا مش كده؟ اه. بس الحاج محمد طالب منك انك ما تخطيش برجلك ارض اسعد. انك يعني ايه اسعد؟ ما تجيبش سيره اسعد تاني على لسانك. لو وافقت على الشرط ده هديك الفلوس. بس تقلب قدامي انك هتنفذ. انت موافق على كده يا حسن؟ طب حاضر هحلف لك. بريته مني يعني. اتفضل. فلوس ايه؟ قدها. ملوش لزوم. المهم الذكية عاملة ايه؟ ماليش دعوة بيها. امشي انا بقى دلوقتي. طب قبل ما تمشي. الفلوس دي جبتوها منين؟ حاج محمد باع الوكالة. باع الوكالة. انا كنت فاكره هيجي الارض الفضاء. الارض الفضاء ما تكفيش نصيبك. كان لازم يبيع الوكاله. لانه ما يقدرش يبيع البيت. البيت هو الشيء الوحيد اللي فضل من ذكرى اسعد الله يرحمه. بالاذن. باذنك معاك يا حبيبي. الله يرحمه ويرحمك ويرحمنا جميعا. انا كمان عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. دايما تقطعني كده. انا قضيه بصراحه. احنا ما ننفعش لبعض. ايه ده؟ من باب الطاقه كده؟ لا خلاص انا زهقت بقى مش قادره استحمل. طب افهم ايه اللي حصل؟ غرست عليا. طب مش الدليل المحل. طب خلاص خلاص هبطل غيرك. لا هي كلمه ارمي عليا اليمين. بعد ما اتجننت ولا ايه؟ انا هقلي. ارجع بقى لمراتك. بصراحه انا زهقت خلاص. قال يا فوزيه معقول اللي بتعمله ده؟ يا جمال مش معقول صوتكم العالي ده في المحل. دي حاجه كمان تقطع الريت يا ناس. فهميها يا ملاك. ما تفهم بقى يا سي احمد. يطلعني. طلقت؟ بقى بعد التضحيه اللي ضحاها علشانك دي كلها في الاخر تقول لي طلقت؟ يطلعني يحرق نفسي. خلاص خلاص. طب والبت ولا الواد اللي جاي ده؟ انت مش عارف. ماليش دعوه بيه. يعني ايه ماليش دعوه بيه؟ مش ابني؟ ما تفهم بقى يا سي احمد. ما تفهم. كذبت عليك. افهم بقى. فهميها يا استفوزيه. ما هي كذبه وخلت عليك. وان كنت ناسي افكرك الحكيم الخواجه بتاع العتق ده قال لك ما بتخلفش. يبقى لازمتك ايه؟ لا كان ولا خلفه. ان جيت للحق يا سي احمد الطلاق احسن. كذبت عليا يا فوزين. بقى انت مش حامل وقلت لي انك حامل وجاي دلوقتي انت حيريني على اني ما بخلفش. فوزيه انت طالق وبالتلاته. مين عارف يا سي احمد؟ يمكن طلاقك منها ينور لك سكتك. قالوا على رأي المثل من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. ابوس ايدك بلاش. اوعي بلاش. اوعي ايدك. ربنا يخليك بلاش. ممنوعات قدامي على اسمك. بلاش بلاش يا بلاش. الحقوني الحقني يا احمد. فوزية لا انت مش طلقتها. خلاص مالكش دعوه بيها. حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه فوزيه ابراهيم بسطاوي بالسجن 7 سنوات. رفعت الجلسه. يا بلاح زغلول يا حلوه يا بلاح يا بلاح زغلول يا بلاح زغلول يا حلوه يا بلاح يا بلاح. علي يا العصير. احيا مصر احيا مصر. تعيش مصر حره مستقله.
ايديها وكده يا مصر. تعمل فيا كده يا مصري؟ انا جاي يا حاج. حاج احسن يا ام كامل يا ام اسعد يا زكريا، تعالوا احضرونا، تعالوا هنعمل محكمة من غير قاضي ومن غير نيابة ومن غير محامين. تعالوا بنتكلم عند الظهر واحمر. تعالوا مرة يا سلام، شوفوا العجب الوان. تعرفي عليه عن محبوب يا نفيسه؟ ده عشره العمر يا حاج، بمقلوب هقعد قدامك زي القرد اهو. وانت يا امينه؟ لا يا اخويا، انا ما اتدخلش في اللي ماليش فيها ابدا. ما تتكلم يا حاج حسن. اتكلم انا، مش نفهم بس اي اصل الكلام. اصل الكلام لسه جايني دلوقتي تقول لي اصل الكلام. وانت يا زكيه؟ خير في ايه؟ سيب زكية بحالها. زكية ايه دخلها؟ استنى لما احمد يجي. وبعدين محبوب ماله؟ محبوب معانا من ليله دخلتك يا حاج، هو جديد علينا؟ قطعك يا اختي، ده هو جديد علينا محبوب؟ ابدا محبوب مش جديد علينا ولا حاجه، ده موجود في قلب البيت ده قبل جوازنا، هي اللي جت جديده علينا. ويا ريتهم ما جم. صوروا بقى الحيوان ده، وبقى بيمد ايده على فلوس، ويا ريت بس كده. لا احنا كنا بنديله فلوس يشتري حاجه. تعليش الباب. لا يا حاج، لا يا حاج محمد، لا انت تتكلم عن كافه شيء الا الشرف وذمتي والامانه. ده انت بيت الحاج اسعد الله يرحمه. ما تجيبش سيره الحاج اسعد على لسانك يا حاج. يا حاج يا حاج يا حاج، مش على طول على طول. مش كده يا حاج محمد، حرام عليك، حرام عليك. وانت يا اخت بترد عليك؟ خليك معانا، خليك. حد الله يا ست زكريا، حد الله. ايه يا حاج محمد؟ ايه يا حاج؟ ايه في ايه؟ لا انا عايز اقول لك، انا مفيش بقى كلام عندي تاني. انا قلت بره يعني بره بره. يا حاج محمد، انت تؤمر وتطردني من بيتك؟ انت حر، ده بيتك ومطرحك. الا الشرف والذمه والامانه دول ملك انا، ملك انا. انا هخرج، انما فوضت امري فيك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. بره. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين بقى يا جمالات، انت مش هتقولي لي شويه تسمعي مني؟ دول كلمتين ورد غطاهم. قالوا لك ازاي بس يا سياح؟ وانت شايف دماغي عامله زي ورشه النجارين بالظبط. انا اللي بحضر البروجرام، وانا اللي بجيب تموين المحل، وبعدين الكلمتين اللي انت عايز تقولهم انا عارفاهم من ساعه ما دخلت عندنا يا سي احمد وانا بعزك، ومن ساعه ما ترميت على المر صعبت علي، لكن الحمد لله ربنا خلصك منها. دور على مصلحتك بقى وشوف نفسك، ده انت ابن اكابر يا سي احمد. سيبك من الفن ودور على كار جدودك، دي التجاره كلها بركه. تجارتنا احنا تجاره مش نظيفه، واخرتها جهنم وحياتك. وبعدين بقى جمالات، ما تعذبنيش اكتر من كده. انا كفايه اللي عملته فيها فوزيه، وبعدين في الاخر تطلع انها بتتاجر في المخدرات. ربنا يجازيها بقى. اسمعي يا جمالات، انا نفسي تصدقيني، هقولها لك لاخر مره، انا بحبك يا جمالات، بحبك بحبك. وانا بعزك يا سي احمد، بعزك زي اخويا، والاخويه اقوى كتير قوي من الحب. اقول لك انا بحبك يا جماليه، بحبك. يعني انا اللي بكرهك؟ ما انا بعزك. دور على مستقبلك وانا هقف جنبك. انا اللي تفتح يا ابن البنات. يا انا معايا اكتر منك، انا معايا تقريبا صح. اجيب بيه غاز البنات ونبوت الغسيل والكراميل. ولا دفعت سبعة تسعة ست 63 يا فندم. لا لا لا، مش فاضي. خد سلطانية ده، هات كيس سمنات بستة مليمات، وفوت على طرشاجي قول له هات قرنين فلفل جدعانة في العيش. لا مش هيعرف. مالكش دعوة انت، قول له بس دي شوكة افندي،
بأمارة إنه ما بيدي دروس لابنك مدبولي. لا ده هيديني سكرية بحالها. بولد سوس. اجري. ايه ده؟ مش توقف؟ هو كده كويس؟ كويس؟ خد عريفة كمان. بص بقى شوية. ود دول؟ هما دول. دول صح. جوزات شو جوزات كل هذا بستة مليمات. اسمع ولد فارب عليك عفارب من هدا ورايح ما فيش حد غيرك هيجيب تمويلات بتاع حضراتنا غير حضراتكم. ده جدعنا. ده على كده بقى مصروفي كله هروح للافندي. يبقى انا رحت في توكر مظبوط. عاوز ايه يا واد؟ عاوز برجاح. حمار ولا حصان ولا جحش؟ حمار سير. طب ما جبتش الحمار ليه؟ انا ما جبتوش معايا. انا عاوز هي كم برجاح دي الاول؟ مش كل البرادع بسبعة ساد. سبعة ساد؟ ايوه ما توجعش دماغي. انا معايا سبعة ساد. اتفضل. الجاكيتة ايه؟ جاكيتة؟ بتسمي البرداعة جاكيتة؟ طب الدنسة انت بقى. يا وادعي اهدى يا واد اللي معاك ده. يا واد اشتريت حمار يا حالك عليك انت. اهدى يا واد امشي راجع البتاعة دي لاصحابها. دي بتاعتي. بتاعتك انت بتقتل يا واد؟ امشي راجع البرداعة دي لاصحابها. انت قاعد موتني. لا تعال مش هرجع. ايش رجعها يا واد؟ يلا بقولك يلا. لكن ايه بس هتجننوني على البرده معان. الواد ده خلاص هيموتني نقطع عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني ورحمه الله. انت عايز ايه يا ابني؟ امي ضربتني وقالت لي رجع. روح رجع البرده على صاحبها. انت اشتريتها من مين؟ من عمك حسان. بس يا ابني انا مش عمك حسان. ما تروح ترجعها لعمك حسان. انا ما اقدرش ارجعها لعمك حسان. اصل انا حسان قفل. طب انت كنت اشتريتها ليه؟ علشان اجيب حمار وامي مش عايزين اجيب حمار. الله. طب انت هتربي حمار في البيت؟ ايوه يا ابني. هو في حد بيربي حمير في البيت يا ابني؟ هتشتري بقى ولا لا يا عم؟ طيب علشان الحكايه اللي انا سمحتها منك ده ايه؟ انا هاخدها منك بواحده بخمسه. كم؟ واحده بخمسه. خمسة. علشان اللي سمحته منك ده يعلمك القرشين ساك دول هيعلموك انك ما تبقاش تشتري حاجة تانية والدتك مش عايزاها. راضي ولا انتش راضي؟ راضي. اتفضل ادي الواحدة بخمسة وما تبقاش تعمل حاجة تاني. ما نكونوش عارضينها في البيت. ودي الواحدة بخمسة ايه؟ خمسة. ايوة واحدة بخمسة. مع سلام عليكم. مع الف سلامة. Thank you.
الزومبي والحاضر يعني للغايب، فيلم المغامرات والشجيع علي الديان. هلمو 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 وداع يا مزيكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صدق الله العظيم. شاطر شاطر يا اسعد. قول لي بقى يا حبيبي، 8 في 10 بكام؟ 8 في 10 يا بكام؟ ب 70 يا ولد. 8 في 10 ب 70؟ لا ب 80. شوف بقى، هو مفيش مصروف غير لما تبطل شقاوة وتذاكر، تمام؟ طلوع فوق السطوح مفيش يتقلد لي الساكنة لما بينط من فوق الجبل، ممنوع خالص تروح السيما، لا سامع؟ وانا هتطلع فيك الجبل تحرم يا ولد. اه اخويا المصروف من امي امين. ليه يا اسعد؟ وانا مش امك يا حبيبي، انا بحبك قوي، بحبك يا اسعد. نفسي تبقى شاطر وتنجح في المدرسة. هو انا مش امك يا اسعد؟ لا انت امي يا امي. ربنا يخليك يا رب. والله زمان محبوب. الله يخليك. ده انت صحيح محبوب واسمك محبوب. الله يبارك فيك. يا سلام، كان نفسي تتفرج عليا وانا بقفل حواري الحتة، اخش اجدعها عركة اسيب لك اجدع سند، محدش يقدر يقف قصادي. تقدر مزيكة فرح ولا مطاهر تفوت من قدامي من غير ما تضرب سلام مربع، وانا نقر ملالين وقروش وريالات ترن على الرخامة، امال ايه؟ وحي اهل العطوف والحسين والسيدة والمذبح. الله، يعني بيت فتوة يا دوكش. اجدع فتوة سيد الفتوات، ده انا بمشي بالكريتة بتاعتي في الحسينية واضرب الجرس كله يقف على القهاوي. ده سعالي الكسار طلب مني ابقى فتوة على باب التراترو، قلت له ايه بس عالي، واحدة بتوع عماد الدين. المهم ما تكلمني عن نفسك، ولا انت مخبي؟ اصل شايف الهدوم القلاجة مزغللة عينيا. قلاجة ايه يا سيدي المعلمين؟ ده بعد ما عندكم هم قطعوا رزق من هنا، وانا فوضت امر لله في اللي ظلموني من هنا، وخدت قدم الخير وكتبت عليها، وكانت قدم خير بصحيح. اول بطن جابت لي حسن وحسني وحسنين، قلت افكر في حاجه اشتغل فيها، قلت اتاجر، حاجه التجاره فيها بركه، قلت اتاجر في الخرفان. قدم الخير قالت لي لا، حاجه ما بتحبش الضان، قلت لها هنتاجر في الجاموس، قالت لي لا، حاكم الجاموس لبنه دسم. امال عملت ايه؟ فتحت دكان حداده زي حالاتي. حداده ايه يا دوكش؟ ولا افهم في الحداده زيك؟ قلت تاجر في الجمال. حاكم الجمل صبور ويصبر على غلب. اشتريت جمل وجملايه شويه شويه وبقوا بطوره، والطوره بقت دست، وبقيت اشتري وابيع وابيع واشتري. حاكم المال الحلال يبارك صاحبه، وادم الخير جابت لي عزه وعزيزه ومعزوزه، والحمد لله اشتريت 10 قراريط في البلد. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم دمها نعمه. ايه الحاج؟ عمال الحاج محمد ايه؟ مش ولا بد يا محبوب، الحاج محمد لسه راهن الوكاله لغايه دلوقتي.
بشومة الوكالة اللي كانت تضرب أجدعها دكان في الغورية والحسنية والنحاسين. لا إله إلا الله. اسمع محبوب، صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام، كمان زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أنت تربيت عندنا في البيت الكبير، لكن لما فتنا حسينا إن في شيء كبير أوي ناقصنا، إنك واحد من أهل البيت. لما حكيت إن خيرنا عليك دي ما تجيبهاش تاني على لسانك، لأن ابن الناس اللي أنت فيه ده تعبك وشقاك وسهرك الليالي على الصغار قبل الكبير. جيت الحق، ربنا اداك على قد ما ثنيتك يا محبوب. بعدين حكاية إن العشة ما تهونش إلا على ابن حرام ما تقولهاش تاني، عشان أنت ابن حلال مصفي. الله يبارك فيك يا حاج حسن، والله العظيم ده ادم الخير نفسها تيجي تشوفكم وتبوس حيطان البيت اللي رباها وكبرها. يا حبيبي بيتك ومطرحك انت ومعيالك. عدم المؤاخذة انا حاطط وشي في الارض عشان نفسي اقول كلمة. ليه؟ ارفع راسك يا راجل. خير قول. لو سمحت يا حاج حسن تاخد القرشين دول تديهم للحاج محمد يفك رهنية الوكالة. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شيل فلوسك يا راجل، شيل فلوسك، شيل فلوسك. الخير كتير وموجود الحمد لله، وان شاء الله الرهنيه هتتفك، واسم الحاج اسعد هيفضل مجلجل في الحسنيه كلها. وبرضه البيت بيتك ومطرحك تشرفنا وتنورنا انت وعيالك.